هوية بريس. محمد بن جلو الأندلسي رئيس الجمعية المغربية المساندة للكفاح الفلسطيني. اليوم نحن سفارة دولة فلسطين كجمعية وسفارة دولة فلسطين من أجل إقامة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في التضامن مع الشعب الفلسطيني. ولذلك فنحن من هذا المنطلق نؤكد وبجدية كبيرة أن القضية الفلسطينية تجاوزت مرحلة التعاطف والمساندة البعيدة والاعتراف الشفوي بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره دون أن يتحقق أي شيء من طرف الأمم المتحدة في إطار قرارات وفي إطار توصيات وفي إطار ملازمة الحزن الفلسطيني الذي طال واستطال وسمح للعدو الصهيوني أن يطغى وأن يتجبر وأن يأخذ أن يجعل الأراضي الفلسطينية كلها مستوطنات وأن يجعل الأراضي الفلاحية كلها أصبحت تابعة للعدو الصهيوني والمستوطنات. هذه الأمور يجب أن تحل. أن القضية الفلسطينية ليست في حاجة إلى عواطف وليست في حاجة إلى 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 إبداء التضامن العاطفي، وإنما يجب أن تكون القضية الفلسطينية منذ سنة هي الملف الأول في رفوف الأمم المتحدة، ومع ذلك فهي الملف الأخير الذي لم يعرف أي حل ولم يعرف أي قرار يلزم العدو الصهيوني بضرورة تطبيقه. وفي القضية الفلسطينية الآن في حاجة إلى قرارات حاسمة من أجل كما قال جلالة الملك، وهي أن نتحول الأمم المتحدة إلى وسيط حقيقي من أجل تقريب الشقة بين إسرائيل وبين فلسطين. اليوم هو يوم فلسطين في العالم كله، وعندما نقول يوم فلسطين أي يوم الانخراط في معركة الشعب الفلسطيني من أجل تحرير العودة وبناء دولة مستقلة على كامل ترابه الوطني. اليوم تقع علينا جميعا مسؤولية حماية القدس وحماية الأقصى وحماية الأسرى وحماية كل أبناء الشعب الفلسطيني، وهو يوم أيضا للتخلي عن كل ما يمكن أن يمس هذه الحقوق، وفي مقدمة ذلك التطبيع مع الكيان الصهيوني لأنه يعطيه قوة أكثر ويدفعه إلى الاستمرار في ارتكاب الجرائم التي يرتكبها يوميا في حق الشعب الفلسطيني وفي حق فلسطين. اليوم نقول للجميع إذا كان الشعب الفلسطيني هو رأس الحربة وهو الذي يدافع عن حقوقه وحقوقنا أيضا، لأن القدس ليست لفلسطين وحدها والأقصى كذلك وكنيسة القيامة وغيرها، والتي نجد أن رئيس دولة العدوان رئيس الكيان الصهيوني يقتحم الحرم الإبراهيمي بالأمس ويختار ليلة هذا اليوم لكي يقول العالم بأنه لا يعترف بأي حقوق للشعب الفلسطيني ولا يعترف بالمقدسات الكبرى بالنسبة لهذا الشعب وبالنسبة لأبناء الأمة العربية والإسلامية. تحية لأرواح الشهداء الذين يعلموننا معنى الحياة، وتحية خالصة لكل الأسرى والمعتقلين في سجون ومعتقلات الاحتلال الذين يعلموننا معنى الحرية والكرامة، وإن شاء الله منتصرين على المشروع الصهيوني في المنطقة بأكملها.